إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما هذه المحاضرة التي اخترت لها هذا العنوان فإنها تتلخص في النقاط التالية: أولاً، ما هو العلم الذي يستحق الثناء والمدح؟ أهو كل علم أم هو علم خاص ينبغي أن نعتني به وأن نجعل ما سواه من العلوم علماً فضولياً لا نبذل فيه جهداً كبيراً ولا نصرف فيه وقتاً كثيراً؟ إن العلم الذي يستحق الثناء ويحمد عليه فاعله هو العلم الشرعي، العلم الشرعي المنحصر في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يعين عليهما. هذا هو العلم المحمود الذي يحمد فاعله والذي يثنى على فاعله، وهو الذي وردت فيه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء عليه. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل ذكره: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قد تقولون لنا، أو بالأصح قد تقولون لي: ما هو دليلك على أن هذا هو العلم المحمود المثنى على طالبه؟ أقول: إن الدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن المعلوم أن علوم الأنبياء إنما هي علم شريعة الأنبياء فقط، أما العلوم الأخرى فإنها علوم إن أدت إلى أمر مطلوب محمود صارت محمودة لا لذاتها ولكن لغيرها، وإن أدت إلى أمر مباح صارت مباحة، وإن أدت إلى أمر مكروه أو محرم صار لها ذلك الحكم لأنها وسيلة. أما المقصود الذي ينبغي لنا أن نركز جهودنا عليه فهو علم شريعة الله الذي يتضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب الله بين أيدينا، والحمد لله حفظه الله عز وجل منذ أنزله إلى يوم القيامة، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر الله لها من الجهابذة العلماء ما بينوا صحيحها من ضعيفها حتى أصبحت ولله الحمد نقية بكل معنى الكلمة. هذا هو العلم الشرعي المحمود الذي ترتكز عليه الأدلة في الثناء على طالبه. إذن فينبغي لنا أن نحرص عليه غاية الحرص، ولا يعني ذلك أني أقلل شأناً من العلوم الأخرى، فإن العلوم الأخرى منها ما يكون ضرورياً كالذي تتعلق به مصالح الناس وحاجاتهم وضروراتهم، حتى إن بعض أهل العلم يقول إن تعلم الصناعات التي لا بد للناس منها إنه من فروض الكفاية إذا قام به من يكفي، وإلا تعين على بقية الناس. وكذلك في علم الحروب وأساليب الحرب الحديثة يحتاج الناس إلى تعلمها، وهي داخلة في قوله تعالى:
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. تعلم مثل هذه الصنائع التي تعيننا على حرب أعدائنا ونكتفي بها عن غيرنا لا شك أنه أمر مطلوب، لكن الأولى لكن الشيء الذي يثنى عليه لذاته هو علم شريعة الله عز وجل. أما النقطة الثانية فهي ماذا ينبغي أن يكون طالب العلم متصفا به؟ أولا ينبغي أن يتصف بهذه الصفات السبع. الصفة الأولى أن ينوي بطلبه التقرب إلى الله عز وجل، أن ينوي بطلب العلم التقرب إلى الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يعني أن التعلم من أسباب الوصول إلى الجنة، إذن فهو عبادة يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، وهذا ينبغي أن يبني الإنسان عليه طلبه للعلم، أن يكون قصده بذلك التقرب إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر به مدحا وثناء، بل إنه أمر بصيغة الأمر فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا كان من المأمور به فإنه من المعروف عند أهل العلم أن ما أمر به شرعا فهو عبادة، وأن كل عبادة فهي مقربة إلى الله عز وجل. إذن ينوي كلما طالع كتابا، كلما كتب بحثا، كلما استمع إلى درس، ينوي بذلك أنه يتقرب به إلى الله عز وجل ليكون كاسبا لهذا الوقت، غانما لهذه الثمرة التي يحصلها في تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن ينوي به حفظ شريعة الله، شريعة الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها محفوظة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليهما مدار طلب العلم المحمود. فينوي بطلب العلم حفظ شريعة الله. قد يقول قائل حفظ الشريعة يكون بالكتب، يكون في عصرنا بالأشرطة المسجلة، ولكننا نقول لا شك أن هذا من حفظ الشريعة، لكن حفظ الشريعة حقيقة إنما يكون برجال الشريعة. إنه ينبغي لطالب العلم ينبغي لطالب العلم أن ينوي بطلبه حفظ شريعة الله عز وجل، لأن حفظ الشريعة لا يكون إلا برجالها. ثالثا من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه. نحن نعلم جميعا أن الإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان خرج من بطن أمه جاهلا، ويستمر به الجهل، لكنه يرتفع شيئا فشيئا حتى يصل إلى المنتهى الذي كتب الله له. إذن فهو جاهل، وما دام جاهلا فإنه محتاج إلى العلم، محتاج إلى التعلم، لا سيما علم الشريعة الذي ليس للعقل فيه مجال. فنحن لا يمكن أن نتعبد لله بعقولنا أبدا، لا نتعبد لله إلا بما شرعه الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم إن الأصل في العبادات الحظر، يعني المنع، حتى يقوم دليل على مشروعيتها. فلو تشاجر رجلان في عمل من الأعمال
التي يتعبد بها لله تشاجر، فقال أحدهما هذه بدعة، وقال الآخر بل هذه سنة، فإنه ليس على من قال إنها سنة، ليس له أن يطالب من قال إنها بدعة بالدليل، بل الحق أن من قال إنها سنة هو الذي يطالب بالدليل، لأن الأصل في العبادات عدم المشروعية حتى يتبين أنها شرعت إما بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما أجمع عليه المسلمون. إذن فالإنسان جاهل لا يمكن أن يتعبد لله عز وجل إلا بما علمه من شريعته، لا يمكن أن يعامل الناس بالعدل إلا بما علمه من شريعة الله، لا يمكن أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة إلا بما علمه من شريعة الله، فهو في ضرورة إلى شريعة الله عز وجل. إذن فينوي بطلب العلم أن يرفع فينوي بطلبه العلم أن يرفع به الجهل عن نفسه، لأنه في ضرورة إلى ذلك. هذان رجلان جلسا للأكل، أحدهما جعل يأكل بيمينه وسمى الله تعالى عند أكله وحمد الله تعالى عند انتهائه. بماذا اكتسب هذه الآداب؟ بعلمه بالشريعة. الآخر جلس يأكل ما سمى الله على الأكل، وأكل بشماله ولم يحمد الله على عند انتهائه. لماذا؟ لأنه كان جاهلا بآداب الشريعة. إذن فأنت في ضرورة إلى تعلم الشريعة لترفع الجهل عن نفسك. ويذكر أن ابن حزم الظاهري المشهور رحمه الله كان سبب طلبه للعلم أنه دخل ذات يوم المسجد في غير وقت النهي، فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فقال له من في المسجد قم فصلي ركعتين، فقام فصلى ركعتين، ثم دخل مرة أخرى بعد العصر فصلى ركعتين، فنهاه أهل المسجد وقالوا لا تصلي ركعتين هذا وقت نهي، فقال سبحان الله إن جلست قلت قم فصل وإن صليت قلت لا تصلي. إذن فأنا في ضرورة إلى العلم، فمن هنا بدأ يطلب العلم، ومنزلته في العلم معروفة لأكثر الحاضرين. وإن كان النهي عن صلاة الراتبة عن صلاة النافلة التي لها سبب، الصحيح أنه غير وارد، وأن النهي إنما هو عن النوافل المطلقة التي لا سبب لها. الشيء الرابع الذي ينبغي لطالب العلم أن ينوي به ما يريد، ينوي رفع الجهل عن غيره. غيرك أيضا جاهل كما أنك جاهل، فالمسلمون في حاجة إلى من يبصرهم بأحكام دينهم، وما أعز الذين يبصرون الناس بأحكام دينهم اليوم. لذلك فالناس في حاجة بل في ضرورة إلى رفع الجهل عنهم. فأنت يا أخي إذا كنت تطلب العلم تنوي بذلك رفع الجهل عن هذه الأمة التي يجهل أكثرها بأحكام دينهم، لأنهم في ضرورة وفي حاجة. فكما أن الناس محتاجون إلى أطباء الأبدان، فهم محتاجون إلى أطباء القلوب، بل حاجتهم إلى أطباء القلوب أعظم وأعظم. فتنوي رفع الجهل عن غيرك بما رزقك الله تعالى من العلم. أما الخصلة السادسة التي ينبغي أن يكون عليها، فهو أن يعمل به، أن يعمل بالعلم عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة. وهذه هي الثمرة، هذه ثمرة طلب العلم، أن يعمل به الإنسان عقيدة
عقيدة، والعقيدة هي ما ينطوي عليه القلب من العقد، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأمر العقيدة أمر خطير جدا لا يسلم فيه الإنسان إلا إذا بنى عقيدته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا يهولنك كثرة الجمع، فالحق هو الحق وإن لم يأخذ به إلا واحد. لو كنا نعتبر الأقوال بكثرة القائلين لكان من بني آدم 9000 بل 999 في الألف كلها في النار، وليس في الجنة إلا واحد من الألف. لو كنا نعتبر الأكثر لكنا نأخذ بأقوال هؤلاء الضالين الذين كلهم في النار. ولقد قال ربنا جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فلا تزن الحق يا أخي بالرجال، لا كما ولا كيفا. لا تقل هذا الرجل معظم فقوله قطعا هو الصواب، لأن لكل جواد كبوة، وليس أحد معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس أحد من البشر معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا تعتبر الكثرة ولا منزلة الشخص. صحيح أن الكثرة وأن الشخص له قيمته، ولكن ليس معنى ذلك أن الصواب لا بد أن يكون في الكثرة ولا بد أن يكون في هذا الشخص المعظم. فكم من إنسان له قيمته العلمية وله مكانه بين الأمة ويخطئ، وكم من قول اعتنقه كثير من أهل العلم وهو خطأ. إذن على أي شيء أبني عقيدتي؟ أبني عقيدتي على ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير متجاوز ولا مقصر. ولنضرب لذلك مثلا، قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كلمة ثم استوى على العرش هام حولها خلاف كثير في معناها وفي كيفيتها أيضا. فمن الناس من قال إن معناها استولى، ومن الناس من قال إن معناها على واستقر، على شبه ما يعلو الإنسان ويستقر على السرير وعلى الفلك وعلى الأنعام. ومن الناس من قال إنه على واستقر على كيفية لا يعلمها إلا هو. الذين يقولون إنه بمعنى استولى فهموا أن الاستواء بمعناه الحق يستلزم أن يكون الله تبارك وتعالى مشابها للخلق. فلما فهموا هذا اللازم قالوا: يجب علينا أن ننكر هذا المعنى المستلزم لهذا المعنى الباطل. لماذا؟ لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب علينا أن نصرف استوى إلى معنى استولى، وهذا يلزم عليه لوازم باطلة ليس هذا موضع ذكرها. والذين قالوا إنه استوى
استواء كاستواء الإنسان على الفلك وعلى الأنعام؟ قالوا لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، ومعنى استوى على كذا هو ما يفهم باللغة العربية وحسب ما تدركه عقولنا، فيجب أن يكون استواء الله كاستواء الإنسان على الفلك والأنعام. والذين قالوا أنه استوى بمعنى عليه علوا خاصا واستقر عليه استقرارا يليق بجلاله بدون أن يكون مماثلا لخلقه وبدون أن نسمح لأنفسنا بتكييفه، هؤلاء قالوا لا نكيف لأن هذا أمر غائب عنا لا نشاهد له نظيرا، وما كان غائبا عن الإنسان وليس له نظير فإنه لا يمكن أن يذكر له كيفية، لأن الشيء لا يمكن أن تعرف كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل هذا غير موجود في هذه الصفة من صفات الله ولا غيرها من صفات الله أيضا. ثم قالوا نقول إنه ليس مثل استواء الإنسان على الفلك والأنعام، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن إذا كيفنا صفة الاستواء قلنا على الله ما لا نعلم، وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم، وإن مثلناه بخلقه وقعنا فيما نهى الله عنه وفيما نفاه عن نفسه، فإن الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يا إخواننا هذه العقيدة يجب أن ندع أقوال كل العلماء المخالفة لطريقة السلف وأن نبني على عقيدتنا على ظاهر ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن محترزين من شيئين وهما التمثيل والتكييف، لأن ذلك محرم ولا يليق بالله عز وجل أن نكيفه، لأنه أعظم من أن تحيط به العقول، ولهذا لا تدركه الأبصار، وإدراك الشيء بالحس أقرب من إدراكه بالعقل، فإذا كان لا تدركه الأبصار جل وعلا لا تحيط به فأولى أن لا تحيط العقول به لأنه أعظم وأجل. أما معنى ما وصف به نفسه فإنه معلوم لنا وهو حق. قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، واشتهر عنه أنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا مثال أضربه ويحذى به أو يحذى على مثاله جميع صفات الله عز وجل. والذي أكرره أنه يجب على طالب العلم أن يعمل بما علم عقيدة، لا يتجاوز ولا يقصر، فإن تجاوز أو قصر وقع في المحظور. الثاني أن يعمل به عبادة، أن يعمل به عبادة، فلا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل، أو على الأصح إلا بما علمه من شريعته، لا يتعبد لله إلا بما علمه من شريعته. وكفى والله بما شرعه الله عز وجل عن كل ما ابتدعه المبتدعون من العبادات القولية أو الفعلية، فإن ما شرعه الله لعباده هو المصلح للقلوب وهو المصلح للأبدان وهو المصلح للأفراد وللمجتمعات. ولهذا غالبا أهل البدع الذين يبتدعون عبادات ما أنزل الله بها من سلطان سواء كانت قولية أم فعلية تجدهم يكرسون جهودهم على هذه البدعة وفي غيرها فاترين غير نشيطين، يمكن أن يفرطوا في أمر مفروض عليهم فرضا
ولكنهم يبذلون جهدا كبيرا في أمر بدعي لو طالبتهم بالدلالة عليه من الكتاب والسنة ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. إذن أنا طالب علم فهمت أن الله شرع هذا أتعبد لله به، لم أفهم أن الله شرعه لا أتعبد به، وأنا معذور إذا تركت عبادة لم يبلغني فيها شريعة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكني غير معذور إذا تقربت إلى الله تعالى بما لم يشرعه. لو أن إنسانا تقرب إلى ملك من ملوك الدنيا بما لم يجعله سببا للوصول إليه لعد ذلك استهزاء بهذا الملك، كيف تترك الأبواب التي توصل إلي وتأتي إلي لتلج من دريشة أو من شباك لم آذن بالدخول إلي من قبله؟ الرب جل وعلا ملك الملوك وأعظم العظماء، وهو سبحانه وتعالى يقول منكرا على من تعبدوا لله بما لم يشرعه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبإمكانك يا طالب العلم أن تقول لمن يتعبد لله بشريعة لم يشرعها الله، بإمكانك أن تقول: يا أخي الآن قف معي بالإنصاف، هذه العبادة الآن التي تتعبد لله بها أنت بين أمرين، فإما مأزور، إما مأزور أو مأجور. إن كنت مأجورا عليها فأثبت الدليل على أن الله أعطاك بها أجرا، وإن كنت مأزورا عليها فدعها واسلك طريق السلامة. والطرق التي جعلها الله تعالى شريعة للوصول إليه موجودة في الكتاب وفي السنة وفيما صح منها غنى عما ابتدعه المبتدعون، ولا حاجة بي إلى أن أنص على شيء بعينه، لأن الذين أمامي الآن غالبهم من طلبة العلم الذين يدركون ما كان عليه كثير من الأمة الإسلامية من هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم معلنا في خطبته: كل بدعة ضلالة. وأظننا جميعا متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، ومتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يقول، ومتفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، فقد اجتمع في كلامه صلوات الله وسلامه عليه كمال العلم وكمال النصح وكمال البيان والبلاغة. أفبعد هذا يمكن أن يأتي رجل فيقول إن البدعة تنقسم إلى كذا وكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ والله لو قال هذه الكلمة رجل ممن يعظمونه لكانوا يحملونها مكتوبة بالنور على رؤوسهم يقول فلان كل بدعة ضلالة. فكيف وقد قالها أشرف الخلق، أعلم الخلق، أنصح الخلق، أفصح الخلق، هم أنفسهم يريدون بهذه البدعة التي ابتدعوها يريدون بها أن يحشروا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا صادقين في ذلك فليلتزموا الأدب معه، لا يتقدموا بين يديه بشرع ما لم يشرعه. إن أي بدعة يحدثها الإنسان يتقرب بها إلى الله معناها الطعن في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها؟ أليس الله قد أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم؟
هل ترك هذه الشريعة أو هذه الشرعة التي ابتدعتها ولم يبينها جهلا منه بها أو كتمانا منه لما علمه الله؟ إن قلت بالأول فقد رميت النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وإن قلت بالثاني فقد رميته بالجهالة بالخيانة، وكل ذلك لا أعتقد أنك تقول به ولا تسلمه إطلاقا. إذن يا أخي يكفيك عن هذا ما تبينت شريعته من عقيدة من قول من فعل، واسلم بذلك وسلم نفسك وأرحها. الشر ولله الحمد كامل ما يحتاج إلى تكميل. طالب العلم عليه هذه الوظيفة يا أخوان، أن يكون عاملا بعلمه عقيدة وعبادة، كذلك عاملا بعلمه أخلاقا ومعاملة. كثير من الناس عندهم صلاح في أنفسهم، عندهم استقامة، عندهم صلاة، عندهم صيام، عندهم صدقة، لكنهم في الأخلاق متأخرون. ومن أفضل الأعمال حسن الخلق، فطالب العلم لا يليق به أن يكون شرسا، لا يليق به أن يكون عبوسا، لا يليق به أن يكون لعانا، لا يليق به أن يكون قبيح القول، يليق به أن يكون حسن الأخلاق، منشرح الصدر، مبتسم الوجه، منطلق القول، حتى يقبل الناس منه ويقبل عليه. إنني أظن أنه لا يخفى عليكم جميعا أنه لو اجتمع رجلان مستويان في العلم، أحدهما حسن الأخلاق، لين الجانب، سهل العاطفة، منشرح الصدر، منبسط الوجه، والآخر بالعكس، أيهما أكثر فائدة للناس؟ الجواب الأول بلا ريب، مع أنهما في العلم سواء، وربما يكون الثاني أكثر علما، لكن الأخلاق لها دورها بالنسبة لانتفاع الناس من علم طالب العلم. إذن فيجب علينا يا أخوتنا أن لا نقول نحن من أفريقيا، نحن من شرق آسيا، نحن من بلاد أوروبا، نحن من الجزيرة العربية، نحن ولكل قوم أخلاقهم. لا، المسلمون أخلاقهم واحد، أخلاقهم واحد لا تتجاوز ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي لعموم المسلمين، ليست حكرا على أحد ولا خاصة بأحد، بل هي لجميع المسلمين. فيجب أن تكون أخلاقنا كلها مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على الجميع كيف يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي، وكيف يعامل بلالا الحبشي، وكيف يعامل صهيبا الرومي صلوات الله وسلامه عليه. المسلمون كلهم شيء واحد، يجب علينا كما تنشرح صدورنا لواحد من بلدتنا أن تنشرح صدورنا للمؤمن ولو كان من أقصى بلاد الأرض. رأيت جماعة من الإخوان في أيام الحج يتشاجرون، وهم ينتسبون إلى العلم، يتشاجرون في مسألة من فروع العلم، كل واحد منهم أي من منهما أي من الطائفتين يلعن الآخر ويكفره. وكان المسؤول عن المخيم آنذاك كان قد تعب معهم فعجز أن يقنعهم، فأحضرهم وجاءوا جميعا. فالمسألة التي كانوا يكفر بعضهم بعضا بها ويلعن بعضهم بعضا بها، أتدرون ما هي؟
هي وضع اليدين في الصلاة. أحدهما يقول تضع يديك على صدرك هكذا وإلا فأنت كافر، والثاني يقول تسدل يديك على فخذيك وإلا فأنت كافر. هذا ما يليق بطالب العلم أبدا، ولا ينبغي أن يكون هذا مثارا للأحقاد، فضلا أن يكون مثارا للتكفير أو اللعن أو الشتم. ما ينبغي أن نجعل هذا مثارا للأحقاد والتحزب، لأن مثل هذا الخلاف وقع من الصحابة وكلهم إخوة مؤتلفون على الحق. وأنا أعتقد أنه من العقل والدين أنك إذا رأيت أخاك المسلم طالب العلم الذي تعرف أنه يتحرى الحق خالفك في هذا الأمر أو في غيره، وأنت تعرف منه حسن النية وبذل الجهد وأنه ما أداه اجتهاده إلا إلى هذا الأمر، أنا أعتقد أن العاقل يعتقد أن هذا المخالف له هو في الحقيقة موافق له. كيف ذلك؟ صحيح أنه خالفني في العمل، لكنه ما خالفني في القصد، كلنا نقصد الحق، لكن هو أداه اجتهاده إلى كذا وأنا أداني اجتهادي إلى كذا. ولا يحل لي أن أجعل ما أداني إليه اجتهادي حجة عليه، لأنه كما أنني أعتقد في نفسي أنه أخطأ فهو يعتقد في نفسه أنني أيضا أخطأت. وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يتفطن له في باب المناظرة مع أخيه. صحيح أن من علم منه الجدل والاستكبار وأن ينصر رأيه بباطل أو بحق هذا يعامل بما يقتضيه فعله، لكن إذا علمت والإنسان يعرف الرجل بطريقته العامة وسلوكه العام، إذا علمت أن هذا الرجل لا يريد إلا الحق فليس من حقي أن أكرهه من أجل أنه خالفني في الرأي، بل ينبغي أن لا أزداد إلا حبا له إذا كنت علمت أنه خالفني من أجل قيام الدليل عنده، وأنه لم يبال بأحد إذا قام عنده الدليل أن يوافق الدليل ويخالف الآخر، لا سيما إذا كان هذا المخالف يفضله كبرا في السن أو في العلم أو في الجاه فيخالفه للحق، فهذا يكون طيبا جدا ولا ينبغي أن يحقد عليه أو يكرهه من هذا. هذا ليس من أخلاق طالب العلم. أما المعاملة فإنه يجب أيضا على طالب العلم أن يعمل بما علم في معاملة الناس، ولا أجد ضابطا أحسن من الضابط الذي بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا باعتبار القصد وما في القلب. وأما باعتبار العمل فقال عليه الصلاة والسلام في من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وأن يحب للناس ما يحب أن يعاملوه به. هذا بالنسبة للعمل. بالنسبة للقصد تحب لهم كل ما تحبه لنفسك، وبالنسبة للعمل تعاملهم بما يحب أن يعاملوك به. والميزان عندك أنت، أنت تكره أن يعاملك غيرك بهذا العمل فاكره أن تعامل به غيرك، تحب لغيرك الخير تحب لنفسك الخير فأحبه لنفسك، وبذلك يتم الإيمان وتكون قد فعلت ما يكون سببا لدخولك الجنة ومباعدتك عن النار. الأمر السادس أن يحرص على نشر العلم في كل مناسبة. من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم أن يحرص على نشر العلم في كل مناسبة. واعلم يا أخي أن الناس في حاجة إلى العلم. لا تقل الناس عندهم علم، فإن الناس قد يغفلون وقد ينسون
وقد يكون لتذكير شخص من الناس أثر في قلوبهم أكثر من غيره. ألم تعلم أن المؤمنين جميعا يقرؤون قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل الناس يقرؤونه، ومع ذلك كانوا في المسجد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنه سوف يفيق ويقطع أيدي رجال وأرجلهم من خلاف. هكذا يقول عمر. هل عمر ما قرأ الآية؟ الجواب: بل قرأها، كل الناس قرأوها، حتى أتى أبو بكر فصعد المنبر فقرأها فعلم الناس أنه الحق، حتى كأنها ما أنزلت إلا تلك الليلة. إذن يا أخي لا تقول الذين حولي كلهم طلبة علم، لا، أنشر العلم. قد يكون هناك غفلة وقد تبين للناس ما ليس عندهم، وهذا أمر معلوم. نشر العلم واجب إذا دعت الحاجة إليه، وكان الناس يسألون عنه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. أما لسان المقال فأن يأتي إليك إنسان فيسألك عن مسألة في دين الله، وأما لسان الحال فأن ترى الناس مخالفين لشيء من أمور الدين فإنهم في حاجة إلى أن ينبهوا على هذه المخالفة حتى يستقيموا على دين الله. ونشر العلم ووسائل نشره كثيرة والحمد لله، فالوسائل الآن للنشر كثيرة: كتابة وقراءة وتصويرا، وهو كثير جدا ما حاجة إلى ذكره لأنه معلوم. نعم. أما السابع فأن يكون داعية به إلى الله عز وجل، وهذه مشكلة عند كثير من الطلبة أن يكون الإنسان داعية، لأن بعض الطلبة يفرق بين الداعية والعالم، والحقيقة أنه لا يتم العلم إلا إذا كان العالم داعية إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا صار نبيا وصار موحا إليه، وعلم من وحي الله ما تدل عليه هذه الآيات، لكن قيل له بعد ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر. فلا بد لمن علم لتمام علمه أن يكون داعية إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله بالعلم يا إخواننا تنقسم إلى قسمين: قسم بلسان المقال، كأن يقوم خطيبا في محفل أو في مسجد أو في شيء يدعو إلى الله عز وجل، هذا داعية بالقول. والقسم الثاني داعية بالفعل، وذلك بأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي أشرنا إليها فيما سبق. ولهذا تجد الناس يقتدون بالعالم المطبق لما علم، يقتدون به في أفعاله أكثر مما يقتدون به في أقواله. تجد مثلا يقول: رأيت العالم الفلاني يصلي فيفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى بين السجدتين وما أشبه ذلك، ويقول: رأيت العالم الفلاني رأى مسكينا فتصدق عليه بصدقة السر، رأيت العالم الفلاني يصوم 3 أيام من كل شهر مثلا. فتجد الناس يقتدون بأفعال العالم اقتداء قد يكون أكبر من الاقتداء بأقواله. هذه دعوة للناس، هذه دعوة للناس إلى ما علمك الله. بينما الأمر بالعكس في عالم لا يعمل، تجد بعض الناس يرزقه الله علما لكن يتهاون في تطبيقه، حتى في الصلاة تجد أنه يعرف أحكام الصلاة ويعرف الآداب القولية والفعلية لكنه لا يطبقها، فتجد الناس يتهاونون بما علموه من أحكام الصلاة وآدابها
نظرا إلى أن العالم الفلاني يتهاون بذلك. وحتى في المعاملات أيضا, في المعاملات تجد الناس معاملات البيع والشراء والتأجير والرهن وغير ذلك, تجد الناس يقتدون بالعالم بفعله. حتى لو قلت هذا محرم لا يجوز, قليل, لكن العالم الفلاني يفعله. نعم, الدعوة إلى الله بالقول وبالفعل ظاهرة جدا, ولهذا نأسف كل الأسف أن نرى قوما من طلبة العلم لا يطبقون ما علموه من شريعة الله, وربما يسول لهم أو تسول لهم نفوسهم بأن هذا ليس من الشريعة وإنما هو من التقاليد. مثال ذلك حلق اللحية وإعفاء الشارب. قال هارون لموسى عليه الصلاة والسلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن هناك لحية يمكن الأخذ بها, ومعنى ذلك أنها كثيرة, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا لحية عظيمة صلوات الله وسلامه عليه, وأمر بإعفاء اللحى وحف الشوارب, وقال إنها من سنن الفطرة, أو قال إنها من الفطرة, عشر من الفطرة, وذكر منها إعفاء اللحى. يذهب بعض الناس الذين أوتوا علما أنها ليست من أمور العبادة وإنما هي من أمور العادة, فيقول إذا اعتاد الناس حلقها فلا بأس بذلك. فنقول: ما أمر به الشرع وما كان من مقتضى الفطرة التي فطر الله الخلق عليها فإنه ليس من العادة بل هو من العبادة. كذلك مثال آخر, ألا وهو إطالة الثياب. فإن بعض الناس يقولون إن إطالة الثياب وتقصيرها من الأمور العادية, فإذا كنا في عصر تطول فيه ثياب الرجال طولنا ثيابنا, وإذا كنا في عصر لا تطول فيه الثياب تركنا التطويل, وإذا كنا في قوم يلبسون المشالح والغتر والقمص لبسنا ذلك, وإذا كنا في قوم يلبسون الأردية والأزر لبسنا ذلك. هذا صحيح أن الأصل في اللباس أنه من العادات, لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد, وأطلق زينتكم. لكننا نقول بالنسبة لتطويل الثياب قد وردت النصوص بتحريمه ومنعه, وأن تطويل الثياب ينقسم إلى قسمين: قسم يكون خيلاء وقسم يكون غير خيلاء. فالقسم الذي يكون خيلاء قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عن أبي ذر رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثا, فقال: يا رسول الله, خابوا وخسروا من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فقال المسبل, لكن هذا الإطلاق قيد في الأحاديث الأخرى: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فالذي يكون عن الخيلاء وهو التعاظم والترفع والبهاء بالنفس, هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. القسم الثاني أن يكون غير خيلاء, فهذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار, يعني ما نزل عن الكعبين فإنه في النار. ومعنى في النار أي أن اللابس يعذب بالنار على قدر المخالفة فقط, فيكون التعذيب بقدر ما نزل من الثوب ليس على جميع الجسد,
وإنما فيما وقعت فيه المخالفة. قد تقولون كيف يكون العذاب بالنار جزئيا؟ فنقول نعم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توضأ الصحابة وقد أرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يمسحون أقدامهم، قال ويل للأعقاب من النار، فجعل الوعيد بالنار على الأعقاب لأنها التي حصلت فيها المخالفة. فهكذا ما نزل من الكعبين ففي النار لأن المخالفة حصلت فيه، فيعذب بالنار على قدر ما خالف. فإذا قال قائل لماذا لا تقيدون هذا الحديث بالحديث الآخر أن يكون خيلا؟ قلنا إن التقييد لا ينطبق على القواعد المعروفة عند أهل العلم، لأن التقييد إنما يكون حين يتفق الحكم، والحكم هنا غير متفق، لأن حكم من جر ثوبه خيلا أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما حكم من جره غير خيلا فإنه يعذب بالنار بقدر المخالفة فقط. فلما اختلف الحكمان صار تقييد أحدهما بالآخر ممنوعا. ويدل لذلك حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وقد رواه الحاكم وجماعة من أهل العلم وصححه الحاكم. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، وبهذا يعلم أنه لا يمكن حمل أحدهما على الآخر. وأخيرا أنصح نفسي وإخواني بالتزام ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الصفات التي أوردناها، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والآن إلى إجابة المؤذن لما فيها من الفضل عند الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، نشكر فضيلة محاضرنا على محاضرته القيمة والتي أبان فيها عن ماهية العلم الشرعي وهوية طالب العلم. نسأل الله عز وجل أن يعظم له بها أجرا، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.